يا سلام يا سلام انت يا طير الحمام يا سلام يا سلام وجهي يضحك انا نام يا صور. هلو اهلا وسهلا عملنا لقاء رائع ايوه مع كنزة ها كنزة مرسلي مرسلي قعدوا تخانوا قبل الانترفيو على الاسم لقاء جدا مهم وحكينا فيه عن شغلات يمكن اول مره بنحكي فيها حتى كنزة اول مره بتحكي فيها اول مره وفي شغله منشوره هلا على السوشيال ميديا كثير كمان وضحت لنا اياها كنزة شايفين شايفين الكلام عامل ازاي تخيلوا اللقاء كان عامل ازاي نغني وردة انا كثير انبسطت تعرفت عليك بشرى لا بس الحمد لله انا عايز اتعرف على الجزائر تعلمت اللهجه الجزائريه وانا كثير بحب الجزائر وهي تحب ولا بعرف الجزائريين كثير بحبوا اهل فلسطين مرحبا يا جماعة كيف الحال؟ نحن اليوم عملنا انترفيو مع كنزة مرسلي مرسلي ايوه نجمة الجزائر الأولى الله بشهادة جمهورها يا عمي عشان هي ما بتحب هذا اللقب فعملنا انترفيو رائع تكلمنا عن الحب إذا في حب أو لا نعرف تكلمنا عن أعمال جديدة عن أيام الستار أكاديمي وخبرتها بالستار أكاديمي وإذا بتنصح الناس تشترك بالسيزون اللي جاي أو لا فانطرونا احكي لك شيء ان شاء الله لا حكينا عن اشياء كثيره يعني عن الاعمال عن فان شاء الله شو تقول لجمهورك هلا بده يتابعك هلا يتحمس هو دائما متحمس مش محتاج لا هو مش محتاج هو دائما متحمس ما شاء الله عليه يلا استنونا يلا استنونا كنزة يا علي اهلا اهلا وسهلا نورة دبي بنورك طبعا بتجنني على الطبيعة ما شاء الله شكرا طيب انا بدي اطلب من فانز كنزة وجمهور كنزة انا هعمل مع لقاء